ورقة عمل 5، بيقول لي سجل الدخول إلى جهاز الحاسوب باسم المستخدم الخاص بك لو احنا في المختبر، وبعدين هنفتح جهاز الكمبيوتر ونفتح محرك الأقراص الخاص بنا اللي هو زد، وبعدين ننشئ مجلب باسم الحاسوب. احنا نروح المستندات أو سطح المكتب، عندي أروح المستندات أو سطح المكتب، المستندات الموجودة عندي أفتحها وأبدأ أشتغل فيها. في المدرسة بنفتح الزد ونشتغل. انشئ مجلد باسم الحاسوب. في انا عندي مجلد سابق باسم الحاسوب لازم امسحه عشان ما يحصلش تعارض عندي. عشان انشئ مجلد جديد اعمل ايه؟ اضغط في اي مكان فارغ في النافذة واختار امر جديد، القائمة الفرعية مجلد، واكتب عندي الاسم الجديد، قال لي الحاسوب، اركز في الاسم، اكتب الحاسوب واضغط انتر عشان اتمم العملية بتاعة انشاء المجلد. السؤال اللي بعده بيقول لي انشئي مجلد باسم النوافذ، مجلد تاني اخر باسم النوافذ، اضغط في اي مكان فاضي واختار امر جديد، القائمة الفرعية اختار امر مجلد واكتب فيه الاسم اهوت النوافذ. واضغط انتر. يبقى كده انشأت ملفين، ملف اسمه الحاسوب وملف اسمه النوافذ. بعدين بيقول لي بعد كده غير شكل ايقونة مجلد الحاسوب الى ما يناسبك من الصور. مجلد الحاسوب ده احنا عايزين ايه؟ نغير صورته. هنعمل ايه؟ خلينا نعمل رموز متوسطة عشان نشوف الحاسوب دوت. انا عايز اغير رمزه، اعمل ايه؟ اضغط بالزر الايمن واختار خصائص، واروح لبطاقة تخصيص واختار زر تغيير الرمز، بعدين بالمحرك الاقراص اختار الشكل اللي يعجبني مثلا واضغط زر موافق، والموافق التانية للتنفيذ. الاحظ تغيير شكل مجلد الحاسوب لهذا الشكل. السؤال 7 بيقول لي غيري اسم المجلد النوافذ الى وحدات الادخال. فين مجلد النوافذ؟ هنا اهو. المراد تغيير اسمه الى وحدات الادخال، اضغط عليه بالزر الايمن واختار من القائمة المختصرة اعادة تسمية، واختار واكتب من لوحة المفاتيح وحدات الادخال. اثبت عملية الكتابة بالضغط على مفتاح الادخال انتر. بيقول لي اغلقي جميع النوافذ المفتوحة وبعدين سجل الخروج. اغلق النوافذ المفتوحة وسجل الخروج، ابدأ واختار ايقاف تشغيل البرنامج.